حنين بتتمنظر بفاروق. ايوه يعني بتعوض النقص اللي فيه بالفلوس. انت ناسي ان هو ما كملش الجامعه؟ ممكن احكي لك على حاجه غيظاني؟ بس ما تقوليش لحد، انا عايزه افضفض لك وخلاص. خير يا حبيبتي قولي. حبيت اهدي حب اخويا بعربيه بمناسبه انه خد الماجستير وكبره قدام وهبه كمان. احنا مش ناسيين ان هي اللي جابت الشقه بفلوس ابوها، فقلت اهل حبي يساعدوه عشان ما تفضلش تتمنظر عليه. برافو عليكي يا حبيبتي، خصوصا ان اسمها وهبه دي شايفه نفسها. انا كنت بحبها الاول بس ابتدى يطلع منها حركات كده خلتني قفلت من ناحيتها، وكل شويه تنكد على اخوكي. المهم رحت انا وفاروق واخدين معانا العربيه، عربيه تجنن وب 2200 جنيه، وقلنا له الف الف مبروك يا حب. الله الله عليكي، حركه حلوه قوي قوي منك. بس فاروق يعني ما اعترضش؟ فاروق ما يقدرش يرفض لي طلب. ما انا عارفه يا حبيبتي، ده بيحبك اكتر من عينيه. بس يعني المبلغ الكبير ده يدفعه لاخوكي، ده يعني يثبت انه هو ولد اصيل وابن اصول. مش ده اللي انتوا كلكم كنتوا رافضينه ومعترضين عليه؟ قلتوا لي ما كملش تعليم وما كملش الجامعه. اديني بثبت لكم انه طلع راجل واصيل وشهم كمان، وكل اللي عمله يثبت كده، ده غير اللي عمله مع سامي كمان. هو عمل ايه مع سامي؟ خليته يجيب له عربيه لقطه وباقل من ثمنها. غريبة، مقبولة ما قالتليش. كلميها كده جسي النبض، شوفي حكى لهم ولا لا. المهم احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان فاروق طلع اصيل ومن اصول. المهم رحنا انا وفاروق وادينا العربية لحب ووهبة، مش بقى تشكرنا، لا ضربت بوز بنت ابو طحة. يو؟ ضربت بوز؟ ليه؟ ما انا عرفت بعد كده. المهم انت ايه رأيك في اللي حكيتهولك ده مبدئيا؟ تشكروا الف شكر. شوفي بقى رد فعلها كان ايه؟ قالت ان فاروق ما عندوش زباين، مش لاقي بيع، ولزق لها العربيه دي بالتقسيط عشان يمشي شغله. معقوله؟ هي قالت كده؟ ويا ريتها قالت الكلام ده في وشي، لكن حظها الاسود اني سمعتها. اتسمرت في مكاني على باب المطبخ. صدقيني يا ماما، فاروق جاله في العربيه دي اكتر من الثمن ده بكتير وما رضيش يبيعها. صادقه يا حبيبتي؟ ولما لقت بقى ان حب فرحان ان اخته جابت له العربيه وكبرته، غارت اتغاظت. ازاي حد تاني غيرها يبقى ليه الفضل عليه؟ عشان في يوم من الايام لما تيجي تقول له ابويا جاب الشقه ما يقولهاش اختي جابت العربيه. اه اصلها بنت صفراويه وغلاويه وضربش وكلامها ناشف ومخها بقى متركب غلط. انا مش مستنيه حد يديني حاجه. اختي مش حد يا ورا. وانا مش عايزه جمايل يا اخي. مش مستنيه حد يبقى له فضل عليا، الوحيد اللي ممكن اقبل منه حاجه زي دي هو باباك، اي حد تاني لا. خلاص اروح ارجع لهم العربيه. لا ما ترجعش العربيه، احنا هنشتريها ونديهم ثمنها. ومين قال لك بقى ان هم هيقبلوا ياخدوا فلوس؟ لا لازم يقبلوا. الله، بالعافيه يعني؟ لا مش بالعافيه، بس باي طريقه. هم مش في الاخر هياخدوا الفلوس؟ خلاص احنا كمان نقول بقى ان احنا اللي اشترينا العربيه. عشان كده عايزاك تسأل حنين سؤال محدد، هيقولوا ان هم اللي جابوا العربية ولا مش هيقولوا؟ الو، أيا ماما، ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ أنا بخير يا حبيبي طول ما أنت بخير. بقولك يا ماما، هي حنين عند حضرتك؟ أصل أنا طلبتها في بيتها بس مش لاقيها. موجودة يا حبيبي، هديها لك. أخوكي. الو، أيا حب ازيك يا حبيبي؟ أنت ما بتقعديش في بيتك ليه يا بنت أنت؟ ها؟ أمي وحشتني، قلت أجي أشوفها، إيه المشكلة يعني؟ طيب بص يا حنين، انا هسالك سؤال وعايزك تجاوبيني بصراحه. انت قلتي لبابا وماما ايه على موضوع العربيه؟ ما قلتش حاجه. ما قلتيش حاجه خالص؟ هقول ايه يعني؟ طيب بص يا حبيبتي، انا عشان عارف انك جدعه عايز اطلب منك طلب هو ممكن يضايقك شويه. قول عاوز ايه. بص يا حنين، انا هقول ان انا اللي اشتريت العربيه. اللي تشوفه يا حب. ويا ريت تقولي لفاروق كمان ما يقولش. حاضر. شكرا قوي يا حنين، انا مش هنسالك جميلك ده ابدا يا حبيبتي. مع السلامه. ما قالتش ومش هتقول. حلو، ناويني بقى التليفون. انت عايز التليفون ليه؟ هكلم بابا وماما اقول لهم ان احنا اشترينا عربيه. طيب
بقول لك ايه، انا هنزل بقى دلوقتي هروح اشوف حوالينا كده مدرسه تعليم سواقه عشان اتعلم السواقه. نتعلم انا وانت، نتعلم السواقه. انت ليه ده هزار ده بقى ولا كده؟ هزار طبعا يا روح، منورة الدنيا والله يا حبيبتي. باي باي. ما قلتليش حب قالك ايه في التليفون؟ يو بقى يا ماما. يا بنتي مش هتكلم، بس عايزة اعرف. طب احلفي. من غير حلفان. حب ايه ده؟ ايه حب؟ حب ما تتكلمي. حب عايز يقول للناس ان هو اللي اشترى العربية. لا بقى، ده مش كلام حب، ده كلام الست وهبة. ده تفكيرها هي، عايزة تقول لكل الناس ان هي اللي شارية العربية. هي ازاي؟ ما هو كل الناس عارفة انها ما بتشتغلش، يبقى اكيد حب هو اللي بيدفع. لا يا حبيبتي، بس هي دايرة تقول لكل الناس ان حب مبذر وبيرمي فلوسه، ولو وقفتها هي جنبه ما كانش عمل اي حاجة ابدا. طيب ما هو مش وحش برضه. ايوه يا حبيبتي مش وحش، بس هي ما تزغرش اخوكي عشان تكبر هي. بس وهبه بتحبه جدا. انا عارفه، عارفه انها بتحبه قوي قوي، بس بتحب اكتر انها تثبت ان هي الاهم. جبتها بكام يا ابني؟ 2200 جنيه يا بابا. 2200 جنيه؟ ما شاء الله، 2200 مبروك عليكم. هي بالتقسيط؟ ما انا كمان يا بابا بعت ذهب من اللي عندي. خير ما فعلت يا بنتي، العربية أولى. أمال إحنا بنجيب الذهب ليه؟ مش عشان لما نحتاج له نبيعه؟ تعيش ونجيب يا حب. أنت تستاهل كل خير، أنت أغلى واحد في العيلة. شكرا. متشكر يا حماتي، بس انا كنت عايز الفت نظركم لحاجه. ايه؟ حد خد باله ان هي بمرايتين؟ يا حمام. لا انا واخد بالي من الصبح، بس مش عاوز اقول لك عشان الحسد يعني. مش بعيد كمان تكون باربع عجلات. هي فعلا كده. بقول لك ايه، انت عرفت تسوق بسرعه كده؟ ما هو انا ووهبه الحقيقه عمي خدنا كورس مكثف سواقه، اصل مش معقول يعني تبقى العربيه مركونه كده تحت البيت واحنا مش عارفين نتحرك بيها. انا فرحانه، فرحانه قوي، فرحانه قد الدنيا. طب يلا بقى تعالوا نفسحكوا شويه بالعربيه بتاعتنا.